السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتسطيل. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقة تسطيل وخياطة كارديغون من الصوف لفصل الشتاء. انا خديت هذا الثوب، هذا خديت 2.5 متر لان العرض ديالو فيه 2 متر، فغادي نحتاج غير 1.5 متر فقط. الا كان الثوب ما فيهش العرض بزاف غتاخذوا 2 متر. هاد الثمن ديال الثوب خديتو ب 30 درهم مغربية، ما يعادل 30 دولار، 3 دولار عفوا، 3 دولار. يعني عجبني هاد الثوب هذا ديال الصوف وقلت ندير منه كارديغون لفصل الشتاء. اول حاجة غادي نطوي الثوب على الطول ديالو، غادي نحط المقاس ديال الكتيف، غادي نخلي هاد المسافة ديال 7 سنتيم. هاهي بغيت نديرها بحال كول شال، يعني نجي دايره على الكول من برا باش من الظهر باش ما نخيطش الكول، باش ما نحتاجش انني نخيط الكول من الظهر بحال اللي درنا في المونطون. غادي نخلي هاد 7 سنتيم وغادي نحط المقاس ديال الكتيف. عندي مقاس الكتيف اللي هو 19 سنتيم بالخياطه، بسنتيم ديال الخياطه بكل شيء. وغادي نحيد 7 سنتيم ديال العنق، حيدت غير 7 لان الصوف كيتمدد بزاف من بلا ما نحيد 8. غادي نرسم خط الكتيف، وغادي ننزل ب 18 سنتيم ديال التركيز فقط اولا 17 فقط لان الصوف كيتمدد، ما غاديش نحط التركيز ديالي كما هو. غادي نقسمها على 2، وغادي نحط المقاس ديال الصدر. هادي ما غاديش نحسبها لان غادي تستوى مع الكولشال، يعني غادي نبدا نحس المقاس ديالي من هنايا مع هاد النقطه. نحط المقاس ديال الصدر، عندي 26 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 27. دائما فاش تحطوا المقاسات ديالكم الا بغيتوا تعرفوا المقاس ديال التركيز ديالكم واش كبير ولا صغير كدوروا السنتيم بحال هكا. وانتم كتشوفوا الا جاكم كبير كتعاودوا كتزيدوا تنقصوا في التركيز باش يجيكم المقاس ديال الصدر طالع شويه باش تجيكم الدوره ديال التركيز كما هي. هذه طريقه كنديرها. بالنسبه للمقاس ديال الحزام غادي ننزل ب 18 سنتيم، عفوا غادي نرسم بعدا دوره التركيز، ندخل ب 2 سنتيم من هنا ونرسم دوره التركيز هكذا اولا بالبيستولي. نزل 18 سنتيم، يعني مادام هذا انه كارديغون ديال الصوف يعني ما يحتاجش ان ندير فيه الايفازي اولا. غادي نحط المقاس دياله 26، غنقص فقط سنتيم على الصدر. وغادي نحدد الطول اللي بغيت، انا غادي ندير فيه متر وغادي نحط الطول ديالي، نتاكد من الطول. متر و 4 سنتيم. غادي نبدا من الكتف وانا نازله حتى نحط المقاس ديالي. ها هي هنايا درتها متر و 4 سنتيم و 2 سنتيم ديال الخياطه هي 6. غادي نقيس العرض، ندير العرض ديال الكارديغون. عندي واحد الكارديغون غادي ناخذ عليه المقاس، كيعجبني في اللبس غادي ناخذ عليه المقاس ديال العرض. ها هو من الصوف اللي ناخذ عليه المقاس ديال العرض، عندي فيه 32، انا غادي ندير فيه 36، نزيد شويه. غادي نسلم هذه النقطه، هذه النقطه ديال الحزام. غادي نطوي الثوب باش يبان لكم.
ها هو العرض اللي درت في الأسفل. دابا غادي نقطع يعني كتشوفوا الثوب زوين ما كيتسل ما حتى حاجه. عجبني هذا الثوب بزاف. ونصيحه ملي تبغيو تشريو الاثواب شريوها من المحلات اللي كتبيع الاثواب بالمتر واللي تكون كبيره يعني عندها كيكون عندها اثواب بزاف فين تختاروا. ما تمشيوش المحلات اللي كتبيع الاثواب هكا كيكونوا كتكون مجهزه مزيان كتبيع الاثواب غاليه. سيو المحلات البسيطه راه تيكون عندهم اثواب زوينه. كاين اثواب كيتباعوا بالكيلو حتى هما كنشري منهم كيكونوا فيهم اثواب ديال الشركات زوينين. ماشي ضروري تاخذوا من محلات يعني راقيه ومزيانه. من هنا غادي نطلع هكا هاد 7 سنتيم هذا هو اللي غادي يدور على الكول ديال الظهر كيف ما درنا في الفيديو ديال المونطو. اذا هذا هو الامام باش غادي نفصلوا الظهر. هانتوما انتبهوا معايا هذا الثوب اللي تبقى لينا غادي نقلبوه هكا. الجهه اللي فصلنا فيها العرض ديال الامام هي اللي غادي نحطو فوقها. الجهه اللي غادي تكون مسدوده هي اللي غادي نحطو فوقها هاد القطعه ديال الامام هادي. وغنحيدو هاد القطعه هادي ديال 4 سنتيم ديال الكول شال باش ما تجيناش زايده في الظهر. هكا وغادي نفصل الظهر وغادي نفصل الظهر بكل بساطه نبدا من الاسفل. عندها كنت نصاوب المقص والضرب حتى هذه بعدي غادي نزولوها وغادي ننزلو بجوج سنتيم ديال الظهر. هيا درت الكول فيه 7 سنتيم فقط لان كتعرفوا الصف كيتمدد بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا يعني ما نحتاجوش اننا نديرو 8 سنتيم ويجينا الكول كبير. اذا هذا هو الظهر والامام. دابا غادي ننزل تفصيل الاكمام والجيوب. ثوب كبير يعني شاطلي منه بزاف. غادي نفصلوا الاكمام وندير هنا نفس المقاس اللي درت في التركيز. درت 18 حتى هنا غادي ندير 18 سنتيم وغادي ننزل كقاعده ب 13 سنتيم.
كنظن هادي غتكون حفظتوها. وهاد المسافة غادي نقسمها على جوج، نعاود نقسمها على أربعة. الجهة السفلى كندخل بسنتيم، والجهة العليا ديال الكتيف كنخرج بسنتيم، وكنرسم الدورة ديالكم هكذا. غادي ندير الطول ديالكم، ستين سنتيم عندي زائد جوج سنتيم ديال الخياطة. غادي ندير العرض ديالكم اللي بغيت، غادي ندير 12، غادي نسير بخط من هاد النقطة لهاد النقطة. منساوش نقادو التوب مزيان. غادي نجيب المقص وغادي نقطع، شوف الاكمام كنطويو على أربعة، كتكون هاد الجهه مسدوده هادي. اذا هادو هما الاكمام. بقاو لينا الجيوب، غادي تقطعوا الجيوب حسب العرض اللي بغيتو. هكا شوف عندي واحد، ناخذ العبارة على الجيوب ديال البوليرو اللي عندي. عندي فيهم 16 سنتيم، على 20 سنتيم. انا غندير غير 18، 20 بزاف. غندير عفوا انا 20 لانني غادي نطوي هنا طويه كبيره وهنا طويه كبيره، غادي ندير على 20. منساوش نزيدو سنتيم ديال الخياطه. عفوا قصت الكاميرا. اذا هادو هما الجيوب، انا غادي نزينهم بهذا الفرو هذا، غادي ندير فيهم الفرو هنا. هاد الفرو اللي عندي شاط ليا من المونطو ديال المونطو اللي سبشتو في الفيديو، غادي نديرهم هنايا. اذا هذا هو الكارديغون، الفصاله ديالو هي هادي. بالنسبه للحزام ممكن ديروه الا بغيتو، كيبقى اختياري. دابا غادي ندوزو لمرحله الخياطه. دابا غادي ندوزو لمرحله الخياطه. غادي نخيطو الكتفين، الكتف ديال الامام مع الكتف ديال الظهر من كل جهه.
وغادي نخيط الكتف الاخر الجهه الاخرى. كيف شفتوا لكم الصوف كيتمدد داكشي باش خاصكم ديروا في القياسات ديال الكتاف وديال التركيز ديروا مقاسات الى حاولوا تنقصوا واحد السنتيم من الاحسن. غادي نجي لهاد الكولشر هذه اللي درتها هي غادي نخيطها هكا على الظهر ديالها ماشي على الوجه. هكذا افضل ما غاديش تحتاجوا انكم تخيطوا العنق ديال الظهر. يجي هذا الكولشر كيخلي الخياطه نقيه. اذا غادي نخيطوا الكول ديال الظهر مع هذا الكولشر اللي درنا. انتما كيف شفتوا الشيء كيف جا خياطه من الظهر نقيه. ومن بعد غادي نطويو غادي نخيطوا هذا السنتيم هنايا مع هذه. غادي يجي كل شال خياطه نقيه وجميله بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا. دابا غادي ندوزوا لخياطه الاكمام. كناخذ لكم نطويو على جوج ونعلمو هذا نديرو علامه هنا بالمقص المنتصف ونخيطوه مع الكتف. شي ملي كنديرو المقص ديال الكتف ديال التركيز اللي هو اللي كنديرو في الكم كيخرج لنا الكم والتركيز كما هو يعني ماشي واحد زايد على الثاني. إذن بعد ما خيطت لكم هانتوما غادي نجمعو وغادي نجمع الجوانب. وكنقاد هاد الخط هذا اللي في التركيز ها هو باش يجوني الخياطه مع بعضها ما يجيش هاد الخياطه نازله على هادي.
نبقى غادا مع الخياطه حتى ننزل الجانب كامل حتى نساليه، ونفس الطريقه اللي درت هنا بخياطه الكم وغادي غادي نديرها للجهه الاخرى، وغادي نرجع معكم باش نوريكم طريقه خياطه الجيوب. انتما كيف كتشوفوا من بعد ما خيطت الكم وخيطتهم الجوانب خيطت الجهه الاخرى كذلك، بغيت نوريكم الطريقه ديال تركيب الجيب. فهي سهله، كناخذوا هذه الجهه هذه هي كنخيطوها من هنايا، خيطتها بالماكينه، ولكن بقيه الجيب غادي نخيطها باليد لانني الصوف ما بغيتش تبان فوق الخياطه ديال الماكينه، انا فضلت هكا. فغادي نحطو هكا وغادي نطوي سنتيم من هنايا، وغادي نخيطو من الداخل بالابره والخيط، غادي نشد ثبتو بالدبابيس ونخيطو من الداخل بالابره والخيط باش ما تبانليش الخياطه، بغيت يجيني ما بينش فيه الخياطه من ديال الماكينه على برا، يعني لان الصوف الماكينه كتنعس الثوب، فما بغيتوش يبان ليا. غادي نخيطو فقط باليد، وغادي نجيب هذه القطعه ديال الفرو هذه وغادي نكبها باليد على الجيب، غيجي على هذا الشكل هذا انتما كيف شفتوا. ونفس الطريقه غادي نديرها للجيب الاخر ومن الاسفل، فانا غادي نطوي 2 سنتيم او 4 سنتيم هكا، وغادي نخيطها هنا لتحت، غادي نخيطها بالماكينه لان بزاف باش نخيطها باليد ديالي، غادي نخيطها بالماكينه وباش تجيني مطلوقه من الاسفل. اليد كذلك غنطوي 2 سنتيم كيف العاده، يعني خياطه عاديه باش ما نطولش عليكم في الفيديو يجيكم طويل بزاف، يعني حاجه اللي بساط، فانا كنوريو لكم هكا شفويا. غنخيطو 2 سنتيم، وبالنسبه نتوما كي كتشوفوا الكل مازال ما خيطتو، ولكن ها هو جمعتو بالدبابيس من هنايا، غادي نخيطو هكا انتوما كيف شفتوا كتجي الخياطه من برا نقيه. وبالنسبه لهاد 4 سنتيم ها هي ديال هذه اللي خليت اللي جات على الكول شال، غادي نطويها للداخل هكا، وغادي نخيطها بالابره والخيط باش ما تبانليش الخياطه ديال الماكينه هنايا، بغيت يجيني هكا ما تكونش باينه فيه الخياطه وكانه مخدوم باليد، يعني هكا في افضل. اذا هذا هو اللي كاين، غادي نكمل الخياطه وغادي نلبسه ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديال هذا الكارديغون الصوف كيف جا. اذا هذا هو الكارديغون بعد ما انتهيت من الخياطه ديالو، كيجي على هذا الشكل هذا. هاد الحاشيه خيطتها طويتها للداخل وخيطتها باليد كيف سبق لي وشرحت لكم باش ما تبانليش الخياطه برا، والجيب كيف ما كتشوفوا ركبت فيه الفرو وخيطته من هنا من الاعلى ومن الجوانب ومن الاسفل، والجيب كذلك خيطته بالابره والخيط باليد باش من الداخل باش ما تبانليش الخياطه على برا، وطويت 2 سنتيم من الاسفل وخيطتها كذلك. اذا هذا هو الكارديغون، كنتمنى يعجبكم الشكل ديالو وتطبقوه ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.